السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ياسمينة اي. ما قبل ما نبدأ في وصفة اليوم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم القناة ولاستمرارها. نبدأ في المقادير تاع اليوم والطبق تاع اليوم. اليوم راح نديرو بطاطا في الكوكوت، بطاطا محمرة في الكوكوت بالدجاج. يعني هي وصفة سريعة سهلة، مادام في الكوكوت نعرفو بلي سريعة. عندنا البطاطا، كمية من البطاطا كنت قطعتها دوائر على هذا الشكل. عندي كمية من الدجاج، يعني أي مقصو من الدجاج اللي متوفر، أي قطعة من الدجاج اللي كانت متوفرة. عندنا حبة بصل صغيرة، عندي 4 سنينات ثوم، نعرفوا الحاجة المحمرة تحب الثوم أكثر من البصل. عندي من 4 ل5 سنينات ثوم. هنا كان الثوم تاعي ماشي صغير وماشي كبير، متوسط. عندي ملعقة زبدة، عندي ملعقة كبيرة من طماطم مصبرة، عندي ملح، البهارات وش عن البهارات، عندي كمون، فلفل أحمر أو بابريكا، عندي فلفل أحمر حار، عندي فلفل أسود والكركم، وبطبيعة الحال الزيت. نبدأ في طريقة التحضير على بركة الله. نجيب الكوكوت، بسم الله، نشعل النار، نقصوا النار بطبيعة الحال، هكذا نحطوا الكوكوت تاعنا، نضيفوا كمية من الزبدة مع القليل من الزيت، فقط القليل من الزيت، ما نضيفوش بزاف، القليل فقط هكذا. ونضيفوا كمية البصل، مع الثوم، هكذا، ونضيفوا البهارات، عندنا أولا الملح، نبدأ بالملح، بسم الله، نضيفوا كمية من الملح. هكذا عندنا الكمون، نعرفوا الحاجة الحمراء تحب الكمون، نضيفوا كمية من الكمون. عندنا الكركم، القليل فقط من الكركم، لأن الكركم نعرفوا أنه مذاقه قوي. عندنا فلفل أحمر حار، يعني اللي يحب الحار. وعندنا البابريكا او الفلفل الاحمر، هكذا. والفلفل الاسود، هكذا. نخلطهم هكذا، ونضيفوا كمية الدجاج تاعنا، هكذا، ونضيفوا مع الدجاج الطماطم المصبرة، نحطوها تتقلى مع الدجاج باش تنقص لنا شوية الحموضة اللي فيها. يعني كي تتقلى الطماطيش مع البصل راح تنقص لها نسبة الحموضة. هكذا ونقلب الدجاج أولا مع البصل والثوم والبهارات، نخليو الدجاج يتنكى مليح مع البهارات ونولي ليكم. هنا بعد ما تقلى الدجاج تاعنا مع البصل والبهارات، نضيفوا كمية من الماء،
هكذا هكذا هذا الحجم، يعني الماء الساخن بطبيعة الحال هكذا. راح نخليه الدجاج تاعنا قبل لا يطيب، والمرق اللي يطيب فيه الدجاج نرميه فيه البطاطا الطيب، بويسك البطاطا هذه تجينا ناشفة. راح نغطيه عليها، يعني كما نعرف الدجاج ما يطولش باش يطيب. انا نولي لكم بعد ما يطيب الدجاج. هنا بعد ما طاب الدجاج تاعنا وصفيته، راح في المرق هذاك اللي قعد حنديروا البطاطا تاعنا الطيب. بسم الله، يعني حتجي بطاطا ناشفه. واللي حاب يخلي فيها شويه مرق يزيد كميه المرق، يعني كيما راكم تشوفوا كميه قليله تاع المرق، يعني في الكوكوت ما تحتاجوش كميه كبيره. البطاطا ما تطولش هكذا، ونخلقوا عليها ونخلوها تطيب. انا نخليها تطيب ونتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لدعم القناه ليوصلكم كل جديد. هذا هو شكل البطاطا تاعنا المحمرة. انا كنت خليت فيها القليل فقط من المرق، قليل فقط، يعني حتجينا مذاق ولا اروع وسريعه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لدعم القناه. ان شاء الله تجربوها. وتعجبكم.